الحمد لله ملء السماوات والأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اكشف عنا هذا الوباء يا عالم كل خفية، يا صارف كل بلية، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا وضعفت قوتنا وقلت حيلتنا. اللهم ارحمنا وأغثنا والطف بنا وتداركنا بإغاثتك. اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه وما أصبحنا فيه. يا كاشف الهموم ومفرج الكرب العظيم، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همنا فرج همنا ويسر أمرنا وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير عملنا آخرة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ورخاءها وأمنها وأمانها وبهاءها وجمالها، واجعلها روضة خير ووئام وسعادة وسلام، برحمتك يا كبير يا متعال. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.